حينما نتحدث عن مراجعة المدونة الأسرة لا نتحدث عن مقارعة النصوص بعضها البعض أو تعديل النصوص هكذا تقنيا أو صياغتها من جديد، بقدر ما نتحدث عن ضرورة إذكاء روح جديدة ونفس جديد داخل المدونة لكي تستوعب كل هذه المتغيرات والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي. بطبيعة الحال نحن اعتمدنا في مذكرة على ثلاث مراجع أساسية، هي مرجعية الدستور بالدرجة الأولى، لابد من المدونة أن تتلائم مع مقتضيات وديباجة الدستور 2011، كذلك لابد من ملائمة المدونة للمواثيق والعهود الدولية، وكذلك لابد من اعتبار مرجعية أخرى هي مرجعية الواقع، على اعتبار أن المجتمع المغربي عرف تحولات عميقة، عرف متغيرات كثيرة جدا. وهذا نحن حينما نتحدث عن المدونة أقول بأننا نستشرف المستقبل في مراجعة هذه المدونة. المدونة لا بد أن تجيب على كل إشكاليات وعلى الانحسار وعلى محدودية مدونة 2004. أهم المحاور كاين نقط أو جزئيات داخل محور الزواج، كذلك نقط أو جزئيات داخل محور الطلاق، كذلك يعني كاين محور ديال الولاية القانونية، محور الإرث، محور مغاربة الخارج، محور كذلك كما قلت الطلاق. إذن مجموعة من المحاور نحن تقدم من بمذكرة أولية فقط هي تمهيدية، وتحدثنا مع اللجنة على أساس أننا سنوافيها بمذكرة أكثر عمقا وأكثر استجماعا لمجموعة من المضامين الأخرى.